الأخبار والحادية عشر من الإخبارية الجزائرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية وفي التعاون توجت أمس أعمال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم برئاسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة الجنجي، توجت بالتوقيع على محضر محادثات ينص على استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحونات الغاز الطبيعي لتلبية طلب التونسي والطلب على زيادة كمية غاز البترول المسال وغاز البوتان، وفحص الجانب الجزائري لإجراءات تعزيز الشراكة أو الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناطراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية، دراسة مجمع سوناطراك للمقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس، الطلب على تطوير قدرات الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي، دراسة إمكانية التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين والطاقات المتجددة، وستخضع هذه الطلبات والاتفاقيات لتقدير السيد رئيس الجمهورية. إلى فضاءات العرض الآن، إذ يعد الصالون الدولي للصناعات الغذائية جزاجرو فرصة للمتعاملين الجزائريين في ميدان الصناعات الغذائية للتعرف على آخر التكنولوجيات في هذا المجال، وسانح أيضا للشركاء الأجانب لتوسيع استثماراتهم في الأسواق الجزائرية، يقول محمد ياسين نقاش. كلهم قدموا إلى الصالون الدولي جزاجرو للتعرف على أحدث التكنولوجيات في ميدان الصناعات الغذائية. كاين بزاف دي فورنيسور، وانا لقينا دي فورنيسور افيك اون نوفيل تكنولوجي، فرصة مليحة باسكو هما اللي جاو لعندهم لهنا. On est visiteur, donc on est là pour découvrir de nouveaux fournisseurs de machines industrielles pour les intégrer dans nos process de fabrication. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on arrive même à trouver des fournisseurs algériens. جزاجرو هو فرصة أيضا للمتعاملين الأجانب للتوسع وبعث شراكات جديدة في السوق الجزائرية، خاصة وأن الجزائر من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية في المنطقة. جزاجرو بالنسبة لنا تظاهرة كبيرة، لأنها تمنحنا فرصة مقابلة المتعاملين الجزائريين وتعريفهم بالتكنولوجيا الألمانية، خاصة في ميدان التبريد وتجفيف الخضر والفواكه. السوق الجزائرية سوق كبيرة ومهمة بالنسبة لنا. الشركة الإيطالية عندها 20 سنة تسجل حضورها في السوق الاقتصادية، قامت بعدة مشاريع كبيرة وصغيرة مع القطاع العام والخاص، نسجل يعني ردة فعل جد طيبة من المستثمرين خاصة بالمعدات والمنتجات اللي تقدمها الشركة الإيطالية. لا بليبار دي زالجيريان سوليسيت لي ماشين تشوك باسكو علاش لي تشوك زونك روكوبي على لي زالمون. Donc c'est des machines à des mécanismes allemands, à d'une technologie allemande. Par rapport les prix, c'est moins cher par rapport les machines allemandes ou italiennes. C'est pour ça que les Algériens vous sollicitent. جزاجرو هو فضاء للمتعاملين الجزائريين لتطوير الصناعات الغذائية، بدءا من التعليب إلى الحفظ وصولا إلى التحويل لتلبية حاجات السوق المحلية وكذا التصدير إلى السوق العالمية. في سياق التحضيرات الجارية لموسم الحج، تتواصل التسجيلات أو تسجيلات الحجاج بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا، هذا فيما قدرت حصة الجزائر هذا العام بأكثر من 18,000 حاج. المتابعة لملك درحمة. لبيك اللهم لبيك. أداء فريضة الركن الخامس من أركان الإسلام تتوق إليها الأنفس وتشتاق إليها القلوب بعد انتظار دام لأكثر من سنتين بسبب الجائحة. ها هو كمال ينهي الإجراءات الصحية قبل الحصول على الرخصة الطبية لأداء أعظم شعائر الإسلام. الحمد لله درنا الفاكسان تاعنا ودرنا العينة تاع الأديان، نحاول يتفر ونحاول شوية من الشعر تاعي، ودرنا فيزيت ميديكال. إن شاء الله يا ربي يكملنا، يتمنى ربي بخير باش نروح نحجوا هذا العام ان شاء الله. الموسم الحج بالنسبه لهذه السنه استثنائي، ايزون ليميتي لاج ل 65 سنه، وبعض الامراض تمنع الحاج باش يقوم بهذا بالحج،
اللي هي مثلا المراه الحامل في الشهر في الشهر في الثوازيام تريمستر في الشهور الاخيره من الحمل، الامراض المزمنه لي ديكومبونسي اسمها مالادي كرونيك. بعد الانتهاء من الفحص الطبي تنقلنا الى البنك اين تتم عمليه الدفع لانهاء الاجراءات الماليه قبل الحصول على جواز سفر الحج. فزت بالقرعه تاع الحج في 2020 بعد قابلت الكورونا، جائحه كورونا عامين وحنا في الانتظار، الاجراءات تمت بسرعه سهوله كل شيء، يعني ما شاء الله هذه شهاده لله، يعني امور سهله مهله جدا جدا. العملية تتم بوتيرة جيدة، كل الظروف مهيئة لاستقبال حجاجنا الميامين في أحسن الظروف. فروع بنك الجزائر عبر كامل التراب الوطني مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. من جانبه الديوان الوطني للحج والعمرة يعمل على تسهيل المهام للمواطن من خلال الإبلاغ على موعد التسجيلات والوثائق المطلوبة لإتمام الإجراءات الإدارية اللازمة. وضعت الدولة كافة الإمكانيات والتسهيلات لحجاجنا الميامين لتسهيل الإجراءات الخاصة لتحضير موسم الحج هذه السنة في تكفل إن شاء الله يسهل له هذه أداء هذه الشعيرة وأداء هذا النسك إن شاء الله، وفي سفر إن شاء الله يتيح له الراحة والاطمئنان بمرافقة أعضاء البعثة الجزائرية إن شاء الله. ندعو من خلال هذا المنبر كافة حجاجنا الميامين إلى ضرورة الإسراع في إتمام كل هذه الأجراءات. هو موسم استثنائي سيشهد عودة أداء مناسك الحج، والجزائر ستكون حاضرة بأكثر من 18,000 حاج وسط إجراءات وقوانين جديدة. الأخبارنا الدولية الآن. وفي المغرب يتواصل قمع نظام المخزن للمتظاهرين السلميين الذين يواصلون التعبير عن رفضهم وغضبهم ضد ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة والقمع وانعدام الحريات، الأمر الذي خلف العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين. وتأتي هذه الاحتجاجات المتكررة لتأكيد على أن القمع المخزني لن يوقف غضب الشعب المغربي. تقرير لسليم حمدي. كثيرة هي الشواهد في التاريخ حول وقوف الجيوش النظامية الوطنية إلى جانب شعوبها في السلم والحرب، وكثيرة أيضا خيانات جيوش أخرى لشعوبها ما تعلق الأمر بعائلة متسلطة أو بطانة من المرتزقة والمتزلفين. في الحالة المغربية فإن جيش المخزن لم يكن يوما إلى جانب الشعب، وكما قيل فإن البعرة تدل على البعير، وتاريخ تكوين هذا الجيش يدلل عن طبيعته الفاقدة للشعبية، حتى إن اسم الشعب لا يدرج في شاراته الرسمية. تذكر الروايات المتطابقة أن نواة جيش المخزن ما هي إلا حفلة من المرتزقة وبائع الذمم من قبائل الشراكة والودايا وكثيرا من العبيد الذين كان الجيش الإسماعيلي يتكون منهم. قبائل تحالف قادتها مع العائلة المتسلطة فكانت وبالا على رؤوس الشعب المغربي. هو الجيش ذاته الذي سحق مرتزقته عائلات المقاومين الريافة ضد الإسبان، وهو الجيش نفسه الذي تحالف وتمترس مع الفرنسيين لإخماد جذوة مقاومة الخطابي بعدما تبين للأخير أن المخزن عدو، وأن عدو الدار أخطر من العدو الآتي من وراء البحار. جيش تحول إلى أداة قمع وتدمير لأحلام الشعب المغربي الذي يحلم ليل نهار ببناء جيش وطني يمثل كل أبناء الشعب دون تمييز أو تقسيم، بناء على الولاء للمخزن لا للدولة المغربية. ليس ذلك وحسب، بل تحول قادة هذا الجيش إلى مرتزقة وتجار مخدرات وعربي مافيا وبلطاجية يزاحمون الناس أقواتهم حتى في الأسواق. أما الجلد والعفس والرفس والسلخ في أقبية المخابرات فهو من نصيب الشعب الكادح الغلبان. فضائح هذا الجيش تعدت الحدود، فصار أداة رخيصة في يد قوى إقليمية يهددون بها دول الجوار ويكرسونها لأطماع توسعية، والصحراء الغربية شاهدة على جرمهم، غير أن انتهاك أعراض المهاجرات وامتهان كرامة أزواجهن وأولادهن وبناتهن العذروات وتحويلهن إلى شبكات الدعارة العالمية والجوسسة أكبر جرائم ضباطه وجنودها. وضع لم يكن ليقبل به أبناء الشعب في المغرب، وما تلك الاحتجاجات إلا واجهة تخفي من ورائها غضبا وانفجارا كبيرين.
في شأن الفلسطيني استشهدت شابة فلسطينية صباح اليوم متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها جراء إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية. وعلى الصعيد السياسي، بحث الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية، بحث آخر المستجدات والأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. شرق أوسطيا دائما، وفي لبنان، وبعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب للمرة السابعة على التوالي، دعا رئيس المجلس نبيه بري كل الأطياف السياسية في البلاد إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة، مؤكدا أن يده ممدودة للجميع. وحز نبيه بري على 65 صوتا من أصل 128 في الدورة الأولى، بينما انتخب الياس بوصعب من التيار الوطني الحر نائبا له. مشهد وصفه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية نجيب ميقاتي بالإيجابي نظرا إلى التحديات التي تشهدها لبنان. دوليا دائما، وفي تطورات الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن قررت تزويد كييف بأنظمة صاروخية أكثر تطورا لدعمها في معركتها ضد روسيا. تأتي هذه الخطوة في وقت يحرز فيه الجيش الروسي تقدما في السيطرة على مدينة سيفيردونتسك الاستراتيجية بإقليم دونباس. هذا ووافق قادة الاتحاد الأوروبي أمس على الحزمة السادسة من العقوبة المفروضة على موسكو، عقوبة تشمل حظرا جزئيا على استيراد النفط الروسي. في أخبار الرياضة وفي كرة القدم المحلية، وجاء أمس شباب الوزداد رسميا بطلا للرابطة المحترفة الأولى للموسم الثالث على التوالي والتاسع في تاريخ الفريق، وهذا بعد فوزه أمس على ضيفه اتحاد بسكرة في مباراة متأخرة عن الجولة 26 بنتيجة هدفين دون رد. يذكر أن شباب الوزداد هو الفريق الأول الذي يحرز لقب البطولة 3 مرات على التوالي. وتسوية لرزنامة بطولة الرابطة الأولى المحترفة، تواجه اليوم مولودية وهران شبيبة الثورة، فيما يتبرع شباب قسنطينة مع وفاق سطيف. تزامنا والاحتفال باليوم العالمي للطفولة وترويجا لألعاب البحر الأبيض المتوسط، نظمت جمعية إحسان لحماية ورعاية الطفل حفلا نشطته براعم أبدعت في أداء مختلف النشاطات الرياضية والترفيهية. من وهران أم كلثوم قبلي. نشاطات متنوعة أبدع في أدائها أطفال وبراعم في عيدهم العالمي، وهذه انطباعات المبدعين الصغار. شاركت ببعض آيات كريمات من القرآن الحكيم، وبعض الشعر، وبعض الشعر من شعر هلك سر عند الله. هلك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هلك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. جينا درنا كوريغرافي تاع جيمناستيك، و ثاني تعلمنا قاع هاد الصوالح بفضل مدربة تاعنا نادية، ودائما تكون معنا وكاع، ورانا فرحانين بالنسبة لهاد العيد. جمعية الإحسان لرعاية وحماية الطفولة صاحبة المبادرة أرادتها أيضا ترويجا لألعاب البحر الأبيض المتوسط. قلت ندخل المناسبة تاع عيد الطفولة مع ترويج البحر الأبيض المتوسط اللي هي الطبعة 19، والحمد لله البرنامج خرج ناجح والتلاميذ فرحوا وكلهم تكرموا بكتاب، كتاب باش التلميذ تكون له المطالعة. كل عام وأنتم بخير. ونختم مرواق المنتجات التقليدية بمعرض الصناعة التقليدية بالمركز الثقافي مصطفى كاتب بالعاصمة، والذي يستقطب عشاق جمع التحف التقليدية بأسعار مناسبة، تقول زميلة وهبة هو. في هذا الفضاء فسيح الأرجاء، تحف تقليدية تفننت في صنعها أنامل حرفيات أبدعن في صنعها بأدق التفاصيل. وعندي حرفة تانية، عجينة سيراميك أو العجينة الكيميائية، نخدموها في البيت هنا ونخدموا بها أشكال، نخدموا بها أكسسوارات، حاملات المفاتيح،
نديكوريو بها علب. مواد تجميل طبيعية نصنعوها بالمواد اللي موجودة في بلادنا. لانتيسك الدرو عنده بزاف منافع. كبسولة القهوة بالألومنيوم نخدم منهم حلي وتحف. منتجات تحف تقليدية، حلي، مساحق للتجميل، حقائب يدوية مصنوعة من الجلد الأصيل بمواد أولية محلية ممزوجة بروتوشات زادتها رونقا وجمالا. اللي تخيبوا عجبونا كامل هذو تاع لي زارتيزون من والو دايرين ما شاء الله حاجة كما هذو تاع الأشجار هادو زوقوهم وداروهم بور ديكوري. شفت ولقيت أشياء فريمون ثمينة جدا وهايلة ويعطيهم الصحة للحرفيين، يعني لازم لهم تشجيعات، لازم لهم التشجيعات، هم يخدموا د حوايج دي ميرفي. الحرف هذه تصب كامل في إحياء التراث الجزائري الأصيل، من اللباس التقليدي حتى الأصل الجزائري، نقولوا من الصابون الطبيعي التقليدي اللي راح يمثل الهوية الجزائرية. بصمات تقليدية بلمسة عصرية معروضة هاهنا تستقطب الكثير من الزوار في مسعى للحفاظ على هذا الموروث الأصيل. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، السلام عليكم.